لو قلت لك الحظ لعب في مشوار ياسمين رئيس لحد دلوقتي بنسبة كام في المية؟ مش عارفة هو حظ ولا، لأن أنا برضو من النوع اللي بسعى، فمش ع... مش ه... مش هينفع أرمي كل حاجة على الحظ، بس أنا حظي برضو حلو، لأن في ناس كتير بتسعى وفي الآخر ما ت... بيبقى في عراقيل بتقف قدامهم، صح؟ آه فمش قادرة أحدد هل هو فعلا حظي حلو ولا هو السعي والنخوارة اللي هي اللي أنا بعملها كده طول الوقت. وأعتقد إن هما ممكن يبقوا الاتنين، ان انت يبقى عندك شوية حظ وان انت تبقى اشتغل على شوية الحظ دول اخليهم كتير بقى. ان انت تسعى، يعني ما تبقاش قاعد كده مستني كل حاجة. فمعرفش اقول حظ بنسبة كام في المية، بس هو اكيد في حظ، اكيد اتوفقت في حاجات لو ما كنتش اتوفقت فيها كان هيبقى المشوار اطول اصعب اكيد. طيب نبدأ بقى من الأول، نرجع بقى ناخد السي في حاجة حاجة كده مع بعض. مسلسل عرض خاص ده كان أول حاجة خالص، ده كان تمثيل. البداية. تمثيل. ده كان البداية خالص لياسمين. دخلتي إزاي المجال أصلا؟ دخلت المسلسل، المجال أولا وبعد كده المسلسل، يعني السكة دي دخلتيها إزاي؟ دخلت ان انا كنت عايزة امثل، وقبل ما امثل اشتغلت شوية في الموديلينج، موديلينج. اوكي. وبعدين وقفت، حسيت ان انا مش ده اللي انا مش ده. عايزاه. يعني هو في الاخر في الاول انت بتبقى عايز تخش من اي باب، بتبقى مش عارف انت عايز تعمل ايه، تروح هنا او هنا او هنا. وبعدين لا، حسيت انه لا، مش هو ده مش ده اللي هيوصلني للي انا عايزاه. فبطلت شوية وركزت كده مع نفسي وقعدت فكرت وقلت لا، انا هخش بس هدور على باب تاني. مبتدأ دوت كوم.